سيداتي السادة المشاهدون، أسعد الله أوقاتكم وأهلا بكم مرة أخرى في هذه الحلقة التلفزيونية التي تنظم من خلال الائتلاف الوطني من أجل مناهضة قتل النساء. وهذا الائتلاف تشكل بمبادرة من المركز الفلسطيني للديمقراطية وحل النزاعات في إطار برنامج متكامل حول مناهضة العنف ضد المرأة. وهذا البرنامج أو المشروع بدأ العمل عليه من أكثر من سنتين، من عام 2011، واستمر ويستمر هذا المشروع من أجل تحقيق هدف نحو مجتمع فلسطيني خالي من العنف ضد المرأة. يستمر هذا البرنامج من خلال لقاءات تلفزيونية ولقاءات إذاعية، وبالإضافة للقاءات جماهيرية وشعبية. تشكل هذا الائتلاف حول موضوع خاصة بالعنف ضد النساء، وهو مناهضة قتل النساء. وعمليا قتل النساء انتشرت في الشارع الفلسطيني وأصبحت ظاهرة مقلقة لكل الشعب والجماهير الفلسطينية وللمرأة الفلسطينية بشكل خاص. هذا البرنامج والمشروع يمول أو بتمويل من المساعدات النرويجية الشعبية NBA. في هذه الحلقة سنسلط الضوء على حكم قتل النساء من منظور الدين الإسلامي ومن منظور الإطار القانوني، إذا كان القوانين والتشريعات وقانون العقوبات النافذة في فلسطين تحقق الحماية والأمن للمرأة الفلسطينية. اسمحوا لي باسمكم أن أرحب بكل من سماحة الشيخ محمد سعيد، مدير عام مركز البحوث في دار الإفتاء، وأرحب بالأخ مجدي حردان، مدير الدراسات في وزارة العدل. واسمحوا لي أيضا أن أرحب بالأخوات المشاركات في هذه الندوة، ونأمل من خلال مناقشتنا في هذه الندوة وفي إطار حملة مناهضة قتل النساء وتحت شعار نعم للحياة لا للقتل، أن أتوجه لسماحة الشيخ بالسؤال: ما هو حكم قتل النساء سماحة الشيخ في الدين الإسلامي، وما حكم القاتل في الشريعة الإسلامية؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على إمام الأولين والآخرين سيدنا محمد وعلى إخوانه الأنبياء والمرسلين وصحابته والتابعين، وبعد. بداية، الإسلام حمى النفس البشرية وجعلها معصومة من القتل، والإسلام أوضح لنا بأن قتل النفس جريمة كبرى، والنبي عليه السلام بيّن بأن زوال الدنيا أهون عند الله من قتل إنسان بغير وجه حق. يقول حق تبارك وتعالى: من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا، ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. والخطاب هنا للنساء والرجال، فمن قتل رجلا أو امرأة فكأنما قتل الناس جميعا، ومن ساعد على حياتها فكأنما أحيا الناس جميعا. فالإسلام جعل دماءنا معصومة، لا يجوز لأي منا أن يتعدى على الآخر أو أن يقتلها أو أن يزهق روحه، ومن فعل ذلك في ديننا وتبين أنه ارتكب هذه الجريمة مع سبق الإصرار والترصد ومع أهليته الشرعية الكاملة عوقب بعقوبة القصاص، ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب، وهو القتل، لأن القاتل يقتل. ولا يجوز الإنسان أن يتعدى على حياة أخيه الإنسان كما قلت ذكرا كان أم أنثى، لأن هذه النفس المعصومة معصومة بإذن الله وبأمر الله تبارك وتعالى. والحق عز وجل بيّن قائلا: ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل إنه كان منصورا. فلا يجوز مطلقا قتل النفس البشرية بأي حال من الأحوال، لا بإذن بعضنا البعض ولا بقرارة بعضنا البعض ولا بإرادات فردية، بل القتل إن حصل يحصل بقرار الحاكم وبقرار القاضي
وببينات وأدلة أكيد أستاذ مجد راح تحدث عنها، ولكن أقول كناحية شرعية لا يجوز قتل النفس المعصومة أبدا إلا بضوابط شرعية كما بين عليه الصلاة والسلام: لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: النفس بالنفس، والثيب الزاني، والتارك لدينه المفارق للجماعة. أما بالنسبة لقتل النساء فهي محرمة شرعا كما محرم قتل الرجال، وأي رجل يقتل امرأة يقتل بها على رأي جمهور علماء المسلمين، فلا يجوز للرجل أن يتعدى على حياة المرأة، بل إن المرأة هي صاحبة الحق أن تعيش آمنة مطمئنة في بيتها مستقرة، لأن المرأة الخائفة لن تلد إلا أولادا خائفين، والمرأة القوية تلد أولادا أقوياء يحمون كل شيء ويحافظون على كل شيء. أما ما يسمى بالقتل على خلفية الشرف بسبب ارتكاب جريمة الزنا، نقول بأن الإسلام قد فرق في هذا الأمر بين أمرين اثنين: الأمر الأول الزاني المحصن والزاني غير المحصن. فالزاني غير المحصن سواء كان ذكرا أم أنثى، كما بين الإسلام: الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة. فهنالك عقوبة واحدة لكل من الرجل والمرأة متساوية، لا تفاضل ولا تفريق في الجريمة، بل يجلد الرجل كما تجلد الفتاة بنفس الفعل بخلاف ثقافة مجتمعنا. أما بالنسبة للثيب الزاني أي المرأة المتزوجة أو الرجل المتزوج في ديننا إن ارتكب هذه الجريمة لأنه هو محصن أو هي محصنة، هنا تكون عقوبة القصاص وهي عقوبة القتل لهما لما ارتكباه من أمور مخالفة للشرع، ولا يحق لأي شخص على وجه الأرض أبدا أن ينفذ القانون أو يقيم العقوبة بنفسه بأن يكون هو القاضي وهو الشاهد وهو الجلاد، حتى لو كان أبا أو أخا أو عما أو خالا. شكرا سماحة الشيخ. كما سمعت أستاذ مجدي، الشريعة الإسلامية ساوت بالعقاب والجريمة بين المرأة والرجل، فهل القوانين النافذة وتحديدا قانون العقوبات يحقق العقوبة الرادعة لمن يعتدي على نفس بشرية نفس بشرية وقتل، ليس فقط اعتداء وقتل للمرأة؟ هل القوانين النافذة والسارية في الأراضي الفلسطينية تحقق هذه العدالة التي حققتها الشريعة الإسلامية؟ يعني أول شيء سلم ثم الشيخ على ما قدمه، وهذا يعني تقديم جميل ربما شافي وافي من وجهة نظر الشريعة الإسلامية، ومش بالضرورة أن تتفق دائما الشريعة الإسلامية مع القانون، إنما هناك ربما تشابك واشتباك في بعض الأحيان في من حيث المواد ومن حيث الفلسفة في الفكر القانوني والفكر الشريعة الإسلامي. على أي حال، في موضوع القتل وفيما يتعلق بقتل النساء على خلفية ما يسمى بالشرف، يعني لعلنا ابتداء أنا حابب أتعامل مع الموضوع قبل ما أجي لموضوع قانون العقوبات، حابب أتعامل مع الموضوع القتل بحد ذاته. نحن نتحدث ابتداء عن جريمة يندى لها أي جبين، حتى جبين القاتل بعد ما أنه يقتل بعد فترة من الزمن، لو تسألي بتلاقي هو يعني متراجع عما قام فيه ونادم. أنا متأكد من ذلك. أي نفس بشرية تقدم على مثل هذا العمل يهز المشاعر الإنسانية ويهز الناس، يهز الضمير إلى آخره، وتقتل نفس بشرية بريئة لأنها أخطأت خطأ ما أو تجاوزت وتجاوزت مفهوم الشرف الذي يحددوه الناس، ومفهوم الشرف يعني هذا إشي نسبي، يعني هذا مختلف من زمان ومكان ومن مجتمع إلى آخر، وبالتالي متى تحدد يعني ومن يحدد الشرف ابتداء؟ أنا بعتقد أنه القوي هو الذي يحدد الشرف بمعادلة الرجل والمرأة، القوي صاحب النفوذ الاقتصادي وصاحب يعني هو من يرسم هذه الأعراف، أنه هذا شرف وهذا مش شرف، هذا يشكل شرف للرجل ولا يشكل شرف للمرأة وما إلى ذلك. على أي حال، الحق بالحياة هذا حق طبيعي، يعني هو مش منا والله بتيجي الدولة بتمنحنا الحق بالحياة، ولا بيجي الرجل بيمنحه للمرأة ولا المرأة بتمنحه للرجل. الحق بالحياة حق طبيعي، يعني من الحقوق الطبيعية اللصيقة بالإنسان منذ ولادته. أنعم الله علينا بها. آمين. وهذا نادت فيه أبسط الشرائع وأقدم الشرائع الدولية، نادت فيه
العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية نادى فيه، كل القوانين اللي في الدنيا نادت فيه. بالمناسبة ما فيش قانون في العالم بيجي بيقول والله مسموح قتل النساء، يعني مشان نكون صريحين، ما في قانون والله بيجي بيقول والله إذا كانت المرأة في ظروف معينة هي ممكن نقتلها، إذا كان الرجل في ارتكب الجرم الفلاني في يعني ممكن نقتله. شوفي، حتى طبعا تم التخلص من ما يسمى العذر المحل اللي كان موجود بأحد مواد قانون، لا العذر المحل اللي كان موجود في قانون العقوبات الأردني رقم 16 لسنة 60. ويعني حتى نكون دقيقين، يعني هو المشرع الأردني عندما وضع العذر المحل هو ما وضعه لتسهيل قتل المرأة، مع أنه هذه المادة ألغيت، لكن للتوضيح حتى أنتقل لما بعدها. هو وضعه يعني على اعتبار بأنه من أقدم على هذا الفعل بهذه اللحظة بيكون في ثورة غضب وخارج عن إرادته ولا يضبط نفسه، وبالتالي أقدم على الفعل، ولأن المشرع أراد حماية الشرف فاعتبره عذرا محلا، وله شروطه المعقدة جدا واللي ما بتذكرش بأنه القاضي الفلسطيني عمره طبقها بالمناسبة. على أي حال، استجابة للإرادة الشعبية والمؤسساتية، السيد الرئيس تفضل وأصدر قرارا بقانون ألغى هذا العذر المحل. الآن بدنا نعرف أمر واحد، بأنه إحنا عندما بدنا نتحدث عن قانون بدنا نتحدث عن ضعف وقوة قانون، إحنا بدنا نتحدث عن معايير. جزء من هاي المعايير إلى أي حد يستجيب هذا القانون للحاجات الوطنية والمجتمعية. نعم. القانون العقوبات الأردني رقم 16 لسنة 60 أنا بعتقد أنه بجزء مهم منه يجيب على الحاجات الوطنية والاجتماعية، وأعتقد أنه بجزء لا بأس فيه كونه صادر سنة 60 وصادر عن مشرع أردني. المشرع الأردني تحكم نظام القبيلة وتحكم عادات وتقاليد، وتحكم ربما مصادر في القانون تغيرت وتطورت الآن، حتى الفكر الإسلامي والاجتهادات تغيرت في بعضها، بالتالي يجب أن يواكب التطور. وفي قطاع غزة قانون العقوبات الانتداب البريطاني، يعني موضوع كمان قبل الستينات. نعم صحيح. يعني الآن في قانون العقوبات الأردني أنا بعتقد بأنه هناك في حاجة ملحة لتعديل بعض أحكامه حتى تجيب على الحاجة المجتمعية، خاصة فيما يتعلق بمطالب خلينا نقول القطاعات المجتمعية بوجوب حماية المرأة. يعني أستاذ مجدي رح نيجي لبعض النصوص القانونية. مظبوط اللي حكيته إنه قانون العقوبات الأردني بالضفة وقانون الانتداب البريطاني العقوبات في قطاع غزة. نعم. وبذل جهود كبيرة من حملة مناهضة العنف ضد المرأة ومن المنظمات والأطر النسوية والاجتماعية، وطبعا بالتعاون مع وزارة العدل لوضع مشروع قانون عقوبات. نعم. فلسطيني، وبذل جهود كبيرة على هذا مشروع القانون. صحيح. وبدي أرجع كمان لسماحة الشيخ بأنه كلنا بنعرف ووفق القانون الأساسي للسلطة الوطنية الفلسطينية أنه الشريعة الإسلامية مصدر رئيسي من مصادر التشريع. نعم. بالإضافة للمواثيق والمعايير الدولية اللي بتتعلق بحقوق الإنسان. وهنا بتدخل يعني مش بس الشريعة الإسلامية مصدر رئيسي، أحيانا الثقافة العامة السائدة زي ما أشرت فيه بأنه القانون الأردني كيف وضع متأثر بالقبيلة، العادات والتقاليد السائدة والمبررات التي تستخدم لعمليات قتل النساء تحديدا فيما يتعلق أو يرتبط بموضوع الشرف. وكثير منا بعرف إنه ثلثين عمليات قتل النساء اللي وقعت في الأراضي الفلسطينية ما إلها علاقة بالشرف، بس تستخدم موضوع الشرف للاستفادة من المادة 16. لا لا، هو بعد أمرك وبعد إذن سماحة الشيخ، هو من يحدد إنه هذا شرف ولا مش شرف؟ يعني إذا 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 الرجل مثلا زنى أو حب بنت أو إلى آخره وضبطته زوجته وقتلته، هل يعتبر هذا شرف؟ وإذا هو مسكها مع واحد أو بنته بتحب واحد تعتبر شرف؟ يعني ألا يتساوى الشرف عند الرجل والمرأة؟ يتساوى الرجل عند الشرف عند الرجل والمرأة. إذا كان يتساوى، في فرق بالميزان الاجتماعي هون. يعني نظرة المجتمع، أنا بعتقد أنه أكبر محرض على قتل المرأة هي العادي والتقليد. نعم. عشان يعني حتى المرأة مع حبي واحترامي لأخواتي الكريمات، حتى المرأة هي محرض على قتل المرأة، مشان نكون صريحين. وأنا شفت هذا الكلام في المحاكم.
كم؟ يعني بجوز تكون في منه بس عمليا لا في منه انا متاكد منه. انا مقتنعه انا شايفه الحالات استاذ مجدي، انا مقتنعه تماما انه احنا كمان كنساء جزء من هذا المجتمع، جزء من ذات الثقافه وذات التربيه الاجتماعيه اللي عمليا نشانا عليها. عشان هيك موضوعة العادات والتقاليد والعرف سماحه الشيخ واستغلال الشريعه لتمرير هذه المعتقدات الخاطئة بالتأكيد، لأنه كما أشرت في البداية كل المعتقدات والنصوص الدينية والقرآنية بتأكد على تحريم قتل النفس. فيعني كيف ممكن نطور بثقافتنا بتعزيز علاقاتنا مع مجتمعنا بما في استهداف المرأة لتوعيتها لعدم التحريض على القتل من خلال يعني هيك توصيل ثقافة اجتماعية صحيحة وحقيقية. بداية بشكر الأستاذ مجدي على كلماته الطيبة، وأقول حقيقة عندنا قاعدة شرعية تقول لا ينكر تغير الأحكام بتغير الأزمان، وعندنا موضوع العرف وهو أمر نأخذ به من ناحية شرعية، العرف مأخوذ به ولكن الواقع متغير. نعم متغير متغير. نعم العرف متغير. نعم. نعم نعم ولكن الواقع عندنا في فلسطين وفي الوطن العربي كاملا، وكما ذكر الأستاذ مجدي الأردن عندما وضعت قانون العذر المحل حقيقة وضعته لأسر محافظة ومجتمع محافظ ومجتمع يتسم بالصدق والأمانة بخلاف ما بعد ذلك. يعني في حين فعلا لا يقدم البدوي أو العربي أو الأعرابي على قتل ابنته أو أخته بسبب الشرف إن لم يكن واثقا من فعلته وكانت تحدث قليلة جدا. ولكن الواقع عندنا في معظم بلادنا أن الأب أو الأخ أو العم أو الخال قد هو الذي يمارس جريمة الزنا ثم بعد ذلك يقتل باسم الشرف، وهو صحيح هو الذي اعتدى على الشرف وهو الذي يجب أن يحاسب على فعلته التي فعلها قبل الفتاة، لأنه هو الذي اخترق القوانين والأعراف والعادات الدارجة بين الناس. أما الشريعة الإسلامية فهي أوجبت العقوبة كما قلت في البداية وساوت، ولا نستطيع أن نبدل ثقافة المجتمع بحركة أو بلقاء أو بفتوى شرعية. نحن عندنا في دار الإفتاء الفلسطينية أصدرنا الكثير كثير من فتاوى تتعلق بمثل هذا الموضوع وحرمة القتل على خلفية الشرف، لأن هذه هي جريمة قائمة بذاتها يعاقب مرتكبها عقوبة قتل أي نفس بريئة بغير وجه حق، ولا يعتبر له أي عذر مطلقا في أن قتل هذه الفتاة، بل هو قاتل ويجب أن توقع عليه عقوبة القتل العمد وهي القصاص. أما موضوع ثقافة المجتمع، يعني حقيقة ثقافتنا اللي تربينا عليها إحنا وبنرب أولادنا عليها مطلوب منا بحلقات تلفزيونية، مطلوب بخطب الجمعة، مطلوب بمحاضرات بندوات، حتى يعني ينقصنا حتى في قوات الأمن الفلسطيني وهي عنصر كبير في مجتمعنا التوعية لأفراد هذه الأجهزة لينتبهوا لهذا الأمر ويبثوا ثقافة المساواة في الحياة بين الرجل والأنثى، وأن الغلط الواحد من أي منا هو غلط مساوي للآخر. ولكن بكل أسف فعلا عندنا الذي يحدد بعض الأحيان هذه القيم هو القوة والضعف، الغنى والفقر. الغني قد يغير المعايير ويبدل الأمور، صاحب السلطة أو السلطان قد يبدل، ولكن الإنسان فاقد هذه الأمور يكون تحت تأثير الواقع الاجتماعي ويخضع ويرضى بما يفرض عليه بكل ضعف، لأنه لا يملك أي سلاح معه ولا يملك من يقف إلى جانبه. إذن دورنا نحن جميعا كعلماء دين، كحقوقيين، كإعلاميين أن نبث ثقافة المساواة في هذه الأمور. وحقيقة ليس فقط القتل، أن الكثير من الأمور في فلسطين وغير فلسطين تحتاج إلى بث ثقافة إعادة الحقوق إلى أصحابها، مثل على سبيل المثال حق المرأة في الإرث، هذا محروم عندنا في معظم بلادنا العربية، المرأة لا ترث. حق المرأة بالخطبة، هل يعتبر التطور الذي طرأ على مطالبة النساء بحقهن في الإرث وحقهن في الملك وحقهن في مركز صنع القرار، هل تعتبر سماحة الشيخ بأن هذا سبب مباشر لزيادة العنف ضد النساء وقتل النساء؟ بداية هو لا، أنا لا أعتبر حقيقة تطور في الطلب، أقول هو إعادة القوس إلى باريها. نعم. أي أن الفتاة بدأت تشعر بأنها هي جزء من المجتمع ولها الحقوق المظلومة والمقضومة والمهضومة، وبدأت تطالب الناس بعودة حقوقها إليها، ويجب أن تعود هذه الحقوق إليها. وزيادة العنف، أن ثقافة الذكورة الموجودة في مجتمعنا أن الرجل هو السيد وهو الذي يستحق
كل رعاية وكل خدمة وكل طاعة من الزوج دون النظر لما لدينها أو لعاداتها، جعله نعم يكون عنيفا معها، ويكون العم والخال عنيفا مع ابنة أخته أو غيرها التي طالبته بالحقوق، لأنه اعتاد أنه هو السيد ونشأ على هذا. فثقافة الذكورة هي السبب الكارثي في الظلم الواقع على النساء في مجتمعنا. شكرا سماحة الشيخ. في ائتلاف حملة مناهضة قتل النساء، العديد من المؤسسات التي عملت وتعمل في مناهضة العنف ضد المرأة، من المؤسسات المشاركة بالائتلاف وزارة شؤون المرأة، وزارة الداخلية، وزارة العدل، المجلس الأعلى للقضاء للقضاء الشرعي، مجلس القضاء الأعلى، الهيئة المستقلة لحقوق المواطن، الاتحاد العام للمرأة الفلسطينية، جمعية الدفاع عن الأسرة، جمعية المرأة العاملة، جمعية النجدة الاجتماعية لحماية المرأة الفلسطينية لتنمية المرأة الفلسطينية، مركز الدراسات النسوية، مؤسسة أكشن إيد. هذه عدد من المؤسسات اللي ما زالت تعمل في إطار حملة مناهضة قتل النساء، بأكد تحت شعار نعم للحياة لا للقتل. أخي مجدي، في مقابلة لمدير الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان في منطقة الجنوب في منطقة بيت لحم وهو الأستاذ فريد الأطرش، أشار في مقابلته بأن هناك 70 حالة قتل وثقت من عام 2005 حتى عام 2012 في الجنوب؟ لا، في الأراضي الفلسطينية. نعم. منهم 12 حالة قتل عام 2012. نعم. يعني بعد كل هالحملات، بعد كل المناهضة، بعد كل التعبئة والتوعية والتثقيف وتعارض الشريعة الإسلامية مع عملية القتل، إلا أنه يعني عام 2012 ما انتهاش لسه، بسجل 12 حالة قتل. في مقابلة الأخ فريد الأطرش بيقول أنه بعض الأجهزة الأمنية تتحمل المسؤولية الكاملة في عدم توفير الحماية الكافية للنساء. وأشار في ذات المقابلة بأن هناك، بعتذر عن التعبير، تورط بعض الأجهزة مع بعض المؤسسات الحكومية في عملية الانتهاكات التي تقع بحق المرأة الفلسطينية. فما تعليقكم؟ بديش أتعامل معك كمدير بس لمركز دراسات، وإنما كوزارة عدل معنية يعني الصحيح بتحقيق العدالة الاجتماعية. انه هو ما قاله اخونا فريد وهو صديق شخصي لي، يعني هو قدم معلومه وقدم تحليل. هلا المعلومه يعني هذه معلومه احصائيه، يعني هي الارض الواقع جواب عليها. هلا التحليل بنتفق بنختلف معاه، ما بعرفش، يعني هو له ما يقول من تحليل وتوصيه ما يشاء، لكن مش بالضروره اني اتفق انا وياه، او مش بالضروره اني اختلف انا وياه، بس يعني انا اميل للاختلاف معه الى حد ما. لانه شوفي احكي لك شغله، موضوع قتل النساء أنا باعتقادي شوف يعني هذا موضوع يعني شبه معقد. يعني أنا بحكي لك كيف، يعني أول أمر في عندك بهذا الموضوع، في عندك ثقافة مجتمعية، عندك عادي وتقليد، وفي عندك دين، وفي عندك قانون، وفي عندك قضاء، وفي عندك قوة اقتصادية، وعندك ضعف اقتصادي، وعندك بطالة، وعندك ظرف احتلال، وعندك جهل، وعندك وعي، وعندك مجموعة من الأمور مختلطة. هل أنا ما باجي بقول والله الشخص الفلاني، يعني أنا مش دفاعا عن الأجهزة الأمنية ولا عن الشرطة ولا عن القضاء ولا نية، عشان المصدر يعني مش أنا مصدر أنا الذاتي. أنا فاهمك تماما طبعا. هل السؤال إنه والله هل تملك قوة في الدنيا إنها تمنع رجل بده يقتل بنته في بيت ما في منطقة ما؟ لا، فيش بالعالم حدا بإمكانه يعمل هيك إلا ربنا عز وجل، يعني مش بس ممكن. هذا يعني عن واقعة القتل أشرنا لها بالحلقة السابقة التي وقعت في الشارع على مرأة ومسمع الجمهور والأجهزة الأمنية. هلأ في الشارع من قتل زوجته نانسي في بيت لحم طبعا، وبمرسو بقرار رئاسي تقرر تشكيل لجنة تحقيق في عملية قتل هذه المرأة اللي قتلت في الشارع. طبعا هذه جريمة يعني بشعة جدا. نعم. جدا جدا جدا.
وهذه يعني هزت الشارع الفلسطيني، لا سيما أنها استنجدت بالناس، والناس يعني ما تمكنوش أنهم يوصلوا، وتمكن القاتل من أنه يضربها حتى الموت، وكانت يعني أكيد تهز الناس. هلأ يمكن فريد علق على قصة أنه وين كانوا الأمن في الشارع حتى يحموها، ممكن هيك، بس أنا إحنا بنتحدث عن 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 حماية النساء أينما وجدت النساء، يعني هاي كانت بالشارع وما انحمتش، فما بالك بالمرأة المهددة في بيتها أو في قريتها أو في ناحيتها أو في مزرعتها. على أي حال أنا 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 أريد أن أقول أمر واحد متعلق بهذا الموضوع، واستتباعا لما تفضل فيه سماحة الشيخ وحضرتك، هي بتفكر المرأة هي تقتل يوم ما تقتل بس؟ لا أكيد، أنا بعتقد أن المرأة هي تقتل عندما تحرم من الميراث، وعندما يعني تجبر على الزواج من أحد، وعندما تنتهك حقوقها، وعندما يعني تهان وتذل. طب ما هي المرأة كل يوم تهان وتذل، وينظر لها نظرة الزراء، ونظرة أنها هي يعني تفوق أخوها على البنت وإلى آخره. هذا كلامه، هذا كمان قتل بطيء للمرأة. يعني هو هاي المقدمات كلها هي التي تجعل المناخ المجتمعي جاهز أن يقتل المرأة. أنا باعتقادي المرأة حيثما وجدت، إذا هي تغصب على الزواج، وإذا هي المرأة تحرم من الميراث، وإذا هي تحرم من التعليم وتحرم و إلى آخره، هذا المناخ جاهز، أي غلطة عند المرأة جاهز أنها تنقتل. أنا بقول لك متى ما حرمت يعني من حقوقها هذه مقدمة لقتلها. بدي أعتذر منك أخ مجدي، ونسمع من بعض الأخوات إذا في بعض الأسئلة أو المداخلات بحبوا يشاركوا سماحة الشيخ والأستاذ مجدي فيها. تفضلي. شكرا لكم للجميع. من ضمن حملة المناصرة اللي هي شعار نعم للحياة لا للقتل، بدي أعقب على حق الأستاذ مجدي إنه كمان مش إنها تحرم من حقوقها، أحيانا تنتهك حقوقها مثل الاعتداءات الجنسية مثلا اللي بتتم داخل الأسرة من قبل أحد أفراد الأسرة، صفاح القربة، وتقتل الصبية ويغسل الشرف، والأب أو الأخ أو أحد أفراد الأسرة يبقى طليق. طب وين إحنا هين كدورنا كعدالة وكقوانين إحنا في تطبيقها؟ نعم. عليها إحنا نقول القاتل يقتل، كمان سمحت الشيخ إحنا حكينا القاتل يقتل، ليش إذن إحنا هذا الشخص اللي هو قتل هاي الصبية مهما كانت هذا الصفة المخول إله، ليش إحنا ما نقتله؟ كما إحنا ما ليش ننسى دورنا إحنا في المساجد كإحنا كشريعة إسلامية إن نوضح إنه القاتل يقتل، إنه هو عملية القتل قتل سواء كانت في شرف أو بدون شرف. ليش إحنا ما نستغل المساجد إحنا في خطب الجماعة نوصل هاي الرسائل للناس إنها الناس ما تقدر لا توصل لعبر الإشي الديني؟ كمان القانون إحنا بنحكي إشي ومنوع النساء، منوع النساء، بس عند التنفيذ القوانين بتضلها موقفنا. المادة اللي أنت حكيت عنها أستاذ مجدي كل الاحترام للرئيس اللي لغى 340، بس ولا في قاضي بنظر لها عندما بنظر في الحكم، لأنه برجع للمواد 98 و99 و100 يوم إنه بده يصدر الحكم. إذن إحنا وين صفينا من القوانين من الشريعة إحنا في النساء؟ شكرا. بدك أنا أجاوب ولا سمعت؟ شكرا. بس نأخذ كمان مداخلة من الأخوات وبعدين بنعطيكم مجال تجاوبوا. شكرا لاستضافتنا لهاي الحلقة. الصحيح الواحد إذا بده يحكي يعني وعلق فيه يعني كثير في داخله. نعم. قضايا طبعا. يعني أنا في داخلي قصة فتاة في أبو كش، لما هي يعني كانت ضحية كل الأسرة يعني بما فيها الأم والإخوان اللي اعتدوا عليها. يعني أنا بدي أعرف شو يعني القضية اللي اغتصبوها أخوتها اثنين على مدار 4 سنين، وعندما حملت انكشفت يعني قضيتها وما أخدوش يعني العقاب. الأم اللي قتلت بنتها بطريقة يعني باردة يعني ما أخدتش العقاب اللي مفروض، مثل ما تفضل سماحة الشيخ عليها يعني إن القاتل يقتل، انسجنت ويعني مريضة ويمكن يجيها عفو رئاسي. فوين يعني إحنا من القانون؟ يعني كم مرة قتلت الفتاة بالضبط وإخوانها يعني ما زالوا إخوانها ما زالوا بتمتعوا في الحياة. نعم. اثنين اللي تبدلوا عليها يعني وعادي جدا. فعن جد يعني صار حان الموعد يعني إنه بالفعل القاتل يقتل بغض النظر الأم الأخ الأبو مين ما هو، مش معتدي وعادي حر طليق. أما الفتاة هي اللي يعني تدفع الثمن، والأم اللي يعني تكمل عشان تنظف شرف العيلة. طب أني عيلة هاي وأنو شرف؟ شكرا. نسمع من سماحة الشيخ. يعني زي ما حكينا أنه المرأة ضحية مرتين أو أكثر من مرة، يعني ضحية بالاعتداء عليها، ماتت يوميا عمليا، ماتت 100 مرة باليوم مش بس يوميا.
بنفس الوقت الشرف وقع على عاتق المرأة سواء اللي انقتلت أو اللي قتلت، والمعتدين الذكور عايشين حياتهم. تفضل سماحة الشيخ. بالإضافة طبعا للملاحظة اللي حكيتها حقيقة الأوبنسي. يعني الإنسان بلغتنا الفلسطينية بكل بدن وكشعر. تحدث عن قضية نانسي رحمها الله عندما شاهدت على اليوتيوب أنا، وتفاجأت. أنا لا أريد أن أتحدث عن الأمن، وبديش أدافع عن الأمن كما ذكر أستاذ مجدي، ولكن أنا بقول أين كان أهل تلك المنطقة. أنا للأمانة رأيت قبل فترة أحد مدراء عامين يقف في الشارع ينظم السير في منطقة حسبي صار فيها أزمة. يعني هذا الرجل قدم خير في منطقة فيها أزمة. أين كان أهل الخير؟ أين كان من يسمون بالرجال عندما اعتدي على فتاة أمام أعينهم وأمام مرآهم؟ أليس فيهم رجل رشيد؟ ألا يوجد إنسان فيه ذرة خير؟ حقيقة قد يكون رجل أمن بعيدا وأتى رجل أمن. نحن نقول يجب أن توقع العقوبة المناسبة على كل فعل، ويجب أن نرفض كلمة أنه والله هو انفعل، هو ثار، هو غضب. هي في السوق يأتي إليها يسحبها من شعرها يذبحها يطعنها مرارا ثم بعد ذلك لا يعدم. الإسلام قال ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب، أي في إيقاع عقوبة القتل. ويجب أن نطالب وأن نشكل لوبيا ضاغطا على سيادة الرئيس وعلى التشريع لتشريع موضوع قتل القاتل، لأنه إنسان تعدى على كرامة وحياة إنسان ويجب أن يحاسب بهذا الاعتداء. ولا يحق لا لزوج ولا لأب ولا لابن ولا لأخ ولا لعم ولا لخال ولا أي إنسان أن يتعدى على حياة إنسان. هذه حياة مصانة محفوظة محمية بالنصوص القرآن والشرائع السماوية، لا يجوز استباحتها أبدا. وبالنسبة للقضية الأخرى التي تبكي وتحزن النفس لأبعد الحدود، أن أما تدري بخبث وقذارة أولادها وتكون هي المدافع عن قذارتهم مع ابنتها مع الفتاة. يا إخوة عندما الإسلام شرع، يا أخواتي، شرع قتل الذي يزني بالمحرم لأن أقرب إنسان وأحمى إنسان وأغير إنسان على المحرم هو المحرم. ابنته عندما تأتي إلى حضنه فتحضنه لأنه الأمن والأحن والأدفى والأعطف والأكثر فيكون حماية. نعم، فيكون هو المجرم وهو المنتهك للعرض ويسمح لأولاده. الأولاد شرعا يقتلوا، الأولاد لأنهم زنوا بمحرم يقتلوا، والأم لأنها قاتلة تقتل. هذا ديننا. ولكن ماذا نقول؟ الأحكام الشرعية في معظم بلاد المسلمين معطلة، ولكن حتى القوانين، وكما ذكرت في البداية القانون الأساس، الشريعة الإسلامية مصدر رئيسي من مصادر التشريع، ويجب أن يؤخذ بها وأن لا نرحم من لا يرحم. الذي لا يرحم ابنته ولا يرحم أخته ولا يرحم الإنسانة التي تأتي إلى الإسلام سماها رحم، رحم، وهو الأرحام بعضهم أولى ببعض. فعندما ينزع الرحمة تنزع الرحمة من الرحم، إلى من تلجأ هذه الفتاة؟ أي إلى الشارع؟ إذن أقول يجب أن نشكل لوبي ضاغط على إعادة تطبيق حكم القصاص، حكم الإعدام على أولئك الناس، كما كنا نشهد في كثير من بلاد العربية الإسلامية. يعدم القاتل ويجب أن يعدموا ليكونوا عبرة لمن يعتبر. اسمح لي سماحة الشيخ، قد أختلف تفضلي معك في موضوع القصاص. بالأسبوع الفائت كان اليوم العالمي لمناهضة عقوبة الإعدام، ونحن شعار الحملة نعم للحياة لا للقتل. فبالقانون العقوبة والقصاص هو من أجل التربية، العبرة، التمكين، ولا لا بوزارة العدل وبالقانون، وإنما نسلب الحياة قد تكون عقوبة الإعدام عقوبة قاسية. يعني تعاطفا وإنسانيا واجتماعيا نقول القاتل يقتل، ولكن أيضا هو سلب للحياة. لا، علينا مسؤولية قصاصه وعقابه وتربيته، ونقول عقوبة رادعة. قد تكون عقوبة مؤبدة وعزل مؤبد، بنقتل فيها 100 مرة باليوم كما أشرنا لقتل المرأة 100 مرة باليوم، بس إعدامه ممكن تكون راحة لنفسه. بعد إذنك أستاذ مجد، يعني أنا بدي أعقب بعد إذنك. أول شيء قال تعالى وهو ذكر القائلين ولكم في القصاص حياة. ومعنى حياة؟ حياة. عندما نقتل القاتل نمنع الآخرين أن يقتلوا. إذا والله إذا نحن الأخوات بقولين إنه اللي زنب أخته أيوب بالشارع معناته بنحكم 6-7 سنين قتل، كان هو سبب في سلب حياة. هو الإسلام لم يقل تعالوا يا ناس واقتلوا الآخرين، قال من تعدى على الله. القتل هو تعدي على الله، لأن الذي يحيي ويميت هو الله،
والذي يميت النفس الزكية والنفس المعصومة هو إنسان يجب أن يعاقب، وقتله يعني حياة الآخرين، لأني أنا عندما يقتل ابني أو تقتل ابنتي ويقتل القاتل أنا أرتاح نفسيا، لا أحرق ولا أرحل ولا أبقي الآخرين في دوامة اجتماعية يعيشونها. بل عندما يريد إنسان أن يرتكب نفس الفعل الذي فعل بابني لا سمح الله وقتل، يحسب 100 مرة لحساب أنه سيقتل بذلك، فقتل إنسان قد يمنع قتل عشرات الناس. بس ممكن هذه الثقافة تعيدنا لثقافة الثأر والانتقام وتطبيق القانون بالذراع وبالإيد، يعني كمان بدناش الحملة هذا. تكون نقيض لشعارها اللي هو نعم للحياة، نحن طب. نعمل من أجل تأمين حياة كريمة، حياة عادلة لكل من المرأة والرجل على حد سواء. نسمع من الأستاذ مرسي. تسمح لي يا سيد الشيخ، أول شيء موضوع العقوبات طبعا هذا نص قرآني ما في جد ما لا يخضع للجدال، يعني الأمر الثاني بخصوص العقوبات والقانون الوضعي، هذه مواضيع يعني يثور فيها الجدل ما بين علم القانون وعلم الاجتماع والنفس وإلى آخره. يعني الغاية من العقوبة هي يعني حسب القانون وحسب المدارس الفقهية القانونية ومدارس العقاب والتأهيل بالمجتمعات الحديثة، الغاية من العقوبة هي التأهيل. يعني ماذا يعني التأهيل؟ يعني بدي أجيب واحد ارتكب جريمة بمعنى أنه اعتدى على كل المجتمع، أساء لكل المجتمع، باسم كل المجتمع أنا باجي بعاقبه وبلحق فيه العقاب، بحطه بالسجن أو أي أنواع من العقوبات اللي كررت بشأنه. الآن يفترض بهذه العقوبة اللي بقضيها بالسجن أو العقوبات البديلة أو خلافه هي أنه يطلع بعدها عنصرا صالحا في المجتمع. أنا أصلاً ضد فكرة المؤبد، يعني المدى الحياة، مش المؤبد، المؤبد لأنه بيجي محدود ب25 سنة. مدى الحياة يعني لا والله الإعدام أهم من مدى الحياة. يعني ماذا يعني؟ أنا بحكي لك من أكثر من زاوية، وربما هاي فلسفي يتفق الناس ويختلفوا فيها. فيها اجتهاد. لما بتقولي إنه شخص ارتكب جريمة وأعدمه، طبعاً أنا مش مع الإعدام، ماشي، مشان نكون واضحين، كمان بنفس الوقت مش مع مدى الحياة، لأنه أنا بقول العقاب اللي فعلا يرتدع يعاد تأهيله. ما هو العقوبات المطبقة الآن فيها مدى الحياة، بس مشان نتحدث عن هذا الموضوع بصراحة، التغت بمدى الحياة فكرة التأهيل. ما في شو بدك تأهل فيه، ناهيك عن معاناة أهله المستمرة إلى الأبد إلى أنه يموت، مع أنه ابنهم بالسجن اللي ارتكب الجريمة الفلانية اللي بحاولوا أهل المغدور والأهل المغدور أنهم يوصلوا ليقتلوا وما إلى ذلك. أنت بتتحدثي عن معاناة وبتتحدثي عن فلسفي، أنا أرى بهذا الموضوع بأنه الموضوع يعني يتم التوجه له عبر يعني خلينا نقول عبر عمل وطني ما بين فقهاء الشريعة الإسلامية وفقهاء القانون وفقهاء علم النفس والاجتماع وإلى آخره. أنا بعتقد أنه هذا بحاجة إلى عمل علمي يتوافق فيه الناس، يعني لا رأيه هو الصح ولا رأيك هو الصح أكيد. ولا رأي يعني خلينا نقول كل واحد بمفرده هو يملك الصح بعينه، إنما أنت بدك قرار وطني علمي بهذا الخصوص. أستاذ مجدي بعد إذن أختنا وبعد إذنك، حقيقة الإسلام جعل عقوبات زواجر وجوابر. عندما نقرأ قصة الغامدية وماعز جاءوا واعترفوا بجريمة الزنا وأرادوا تطبيق الحد عليهم لأنهم يعلمون إن عوقبوا في الدنيا لن يعاقبوا في الآخرة. فالإسلام جعل عقوبات زواجر وجوابر، جوابر تجبر الإثم وتمنع العقوبة يوم القيامة، فالذي يعاقب في الدنيا على فعلته لن يعاقب عليه يوم القيامة. قال عليه السلام إن عدل الله أن يثني العقوبة على عبده مرتين. فمن زنى وهو محصن أو قتل وقتل في الدنيا لا يعاقب يوم القيامة عليها كجابر للإثم وزاجر الآخرين. عندما أنا أرى أن من يقتل يقتل، هنا ينتهي حتى موضوع الثأر. يعني عندنا الآن بفلسطين أكثر، عندنا في محافظة جنين حول 70 قضية قتل، وتحدثنا عنها في سابقا، ما زالت النار تحت الرماد. لماذا؟ لأن القاتل لم يقتل والقاتل خرج من السجن بعد 15 عاما أو 18 عاما وما زال الآخرون يتربصون به. بينما لو أوقعت العقوبة الشرعية وأنتم حرين بمبدأكم بتوجهكم بالقوانين الوضعية، نتحدث باسم الدين والشريعة، والأستاذ مجدي بارك الله في ذكر كتاب بداية هو نص قرآني لا نستطيع إلا أن نقبله كما هو، ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب، فالحياة تكون لباقي الأسر ولباقي أفراد المجتمع بتطبيق العقوبة الشرعية. شكرا سماحة الشيخ. كمان قبل ما ناخذ بعض مداخلات أخرى من الأخوات، بأكد على أنه هذا البرنامج
نحو مجتمع فلسطيني خالي من العنف ضد النساء بتمويل من المساعدات الشعبية النرويجية NBA. ناخذ كمان مداخلة أو أسئلة من بعض الأخوات. بس الأستاذ مجدي إنه أنا بسمع إنه اليوم اللي بدي يروح يستطر من اللي بقتل يعني الصبية إنه ببعتولها الطفل اللي أقل من 18 سنة لأنها عقوبته بتكون أقل. هلأ القانون زي أنا ما بعرف إنه في تأهيل سنة سنتين ثلاثة بطلعوا لأنه هو طفل يعني لم يبلغ ما يكون يعني غير عاقل إنه لازم إنه يكون عاقل وبالغ. طب ليش إحنا كقوانين ما نحط نفرض العقوبة على الشخص اللي حرده؟ إحنا زي ما حكى فضلت سمعت الشيخ الصبح حكى إنه هو لازم القتل يكون في يد القاضي. بس احنا بكل للاسف احنا قرار قتل الصبي بيكون في قرار عشائري او العائله هي بتتفق انه هذا الطفل انه ما باخذ عقوبه رح نبعث هذا الطفل. هلا هو بيرتكب الاثم بس احنا كقوانين ليش احنا ليش نحاكم هذا الطفل اللي هو ما بوعى في هاي الامور وما نحاسب اللي هو الاهل اللي حرضوا عليه؟ صحيح انا بتفق. تفضلي ناخذ كمان في كمان مداخله ممكن استفسر عنها اكثر في جانب العذر المحل العذر المخف. بطل في عذر محلل محل بس عندنا أنا عذر المخفف في حالة قتل إنه لما الأخ بيقتل أخته بيجيبوا تقارير طبية مزورة إنه هو مريض نفسيا بعد 3-4 سنين بعد 10 سنين بعد 15 سنة بثبت إنه هو بعد ما يطلع من السجن بصحصحة بطلع إنه هو مش مريض نفسيا. وفي حالات يعني في حالة واقعية إنه في تقارير طبية إنه هو مش مريض ولا عنده أي مرض نفسي ولا بتعاطى هاي الأدوية. وين بيكون دور القانون والتشريع في مثل هذه القضية لما بيكتشفوا بعد مرور سنة اثنتين ثلاثة أربعة إنه هذا الإنسان مش مريض نفسياً؟ كيف إحنا رح نعاقبه؟ وين رح يكون دورنا في الجانب القانوني؟ هاي نقطة. النقطة الثانية إنه إحنا بنحكي في الجانب الشرعي وفي الجانب القانوني اللي إحنا بنلاحظه حالياً إنه في عندنا غياب كامل وواضح للمجلس التشريعي. بنضل نحكي لما الرئيس يصدر القانون أو يقره مباشرة لكن في قوانين مقرة وما في عليها تطبيق لأنه نستنى تنفيذها من المجلس التشريعي. طب وين دورنا إحنا في حملة المناصرة في الشغل على هذا الجانب؟ يعني إحنا الحملة ما زالت مستمرة لكن أنتوا كجانب قانوني وشرعي كيف رح تكونوا كلوب ضاغط معنا بغياب المجلس التشريعي في حملة المناصرة؟ نعطي آخر مداخلة للنجاح. أنا بدي أود السؤال للأخ مجدي، هل حكم الإعدام ما بدنا إياه؟ مدى الحياة ما بدنا إياه وممكن نأهل اللي الجاني. هل أنت يعني من وجهة نظرك، مش يعني أنت وجهة نظرك الشخصية كونك يعني لك علاقة في وزارة العدل، بتحس إنه يعني يؤهل مجرم يؤهل ويطلع صالح للمجتمع وممكن يبني مجتمع أحسن إذا عنده القدرة على القتل؟ اللي معظم الحالات اللي قتلت يعني ثبتت بالوجه الشرعي إنها بريئة يعني ما هي يعني مش ملموسة يعني عذريتها. هل أنت بتتوقع يعني إن هذا يكون صالح لقيادة مجتمع بعد خروجه من السجن؟ شكرا. تفضل. أول إشي يعني أنا شكرا للأسئلة اللي بتلامس الواقع، يعني أسئلتكم جدا بتلامس الواقع وسأحاول أن ألامس الواقع بإجابتي. الصحيح بأنه يعني القانونيين دائما بيقولوا العدالة عرجاء لكنها بتوصل بالآخر، والقانونيين بيقولوا بالعادة بأنه اعطيني قاضي جيد، ويعني لو كان القاضي جيد والقانون سيء يعني بيكون الأمر مقبول، لكن لو كان القانون جيد والقاضي سيء ما بدفعش. فيما يتعلق بجوهر أسئلتكم اللي هي الاتجاه للحكم، يعني أنت بتتحدث هون عن قاصر، بتتحدث هناك عن تقارير مزورة، بتتحدث هون عن تأهيل، مش هيك؟ طيب الصحيح إحنا الأحكام الصادرة عن المحاكم الفلسطينية أنا بعتقد أنه في توجه الآن يعني مش فيما يتعلق بالقوانين فقط، إنما فيما يتعلق بمدونة معايير الأحكام، وهذا عبر عنه معالي وزير العدل وطرحه أمام مجلس الوزراء الآن للنقاش. بمعنى يجب أن يكون في كل مادة قانونية متعلقة بقانون العقوبات هي تضع أمام القاضي الحد الأدنى والحد الأعلى بالعقوبة، لكن يجب هذا يعني علينا أن نسند القاضي بدراسات علمية يعني ملزمة قانونا إلو. يعني بمعنى كيف؟ يعني إذا ما ارتكب على سبيل المثال سرقة طفل صغير
لا هذا بدوش الحد الأعلى، هذا بده الحد الأدنى، وبالتالي هكذا تعالج مدونة الأحكام، مدونة معايير الأحكام ذلك. لكن إذا ارتكب السرقة ذاتها واحد عمره 45 سنة منيح وهو بيشتغل وعاقل بالغ راشد ومد يده وسرق، فهنا بدنا نروح للعقوبة الأعلى. كذلك الأمر فيما يتعلق بالقتل على ما يسمى الشرف أو على خلفية ما يسمى الشرف. لا، في كمان مدونة معايير الأحكام يجب أن تتعامل مع ذلك. يعني أنا اللي بدي أوصل له أنه في هنالك حراك، بعرف أنه هذا الحراك فيما يتعلق بالوصول للعدالة، وصول الناس للعدالة، وصول يعني الناس إلى أحكام رادعة، ويعني تردع من تسوي له نفسه أنه يقدم على قتل أخته ولا قريبته على خلفية ما يسمى شرف. بتفق معكم في ذلك، وهذا كلام وهذا أمر مهم جدا. لكن احنا يعني جزء من هذا كله، انت بتتحدثي عن حراك وطني، انت بتتحدثي عن اصلاح في القضاء. يعني ما بعتقد بانه في يوم يعني حدا بروح على المحكمه وبرجع لو تساله بقول لك انا وضع القضاء الفلسطيني مش عاجبني، سواء من حيث التاهيل ولا من حيث انا عارف يعني بالاخر الانتاجيه في القضاء، يعني كم سنه بتقعد القضيه بالمحكمه، اجى الشهود كيف تعاملوا مع الشهود، وقفوهم بكرادور. الناس ما في عندها، شبه ما في عندها شعور بالعداله والانصاف بالقضاء الفلسطيني. في عندها، هناك في عندها هذا الشعور، تعزيز ثقه المواطن الفلسطيني باستقلاليه القضاء حقيقه. يعني هلا الاستقلالية أمر ثاني، أنا بتحدث عن أمر مهني، يعني أمر مهني الاستقلالية جزء منه، يعني أمر مهني، يعني أنت تتحدثي عن قدرة القاضي وأهليته، هذا أمر مهم جدا، بتتحدثي عن منظومة العدالة عموما، بتتحدثي عن نيابة عامة، عن سرعة وصول إلى الأدلة، بتتحدثي عن طب شرعي، بتتحدثي عن منظومة عدالة، هذا أنا بعتقد أنه جزء من المشكلة. أنا لا ألوم سادتنا القضاء وأخوتنا القضاء ولا من يقوم على شأن القضائي، كلهم أساتذتنا وأخواننا وزملائنا، ولكن أنا ألوم ربما من يملك يعني القرار بذلك، القرار بالتغيير. أنا ربما ألوم من بجوز مؤسسات المجتمع المدني اللي بتشوف التقصير وبتسكت عليه، بجوز بشوف أصحاب المصالح ولا أصحاب القطاع الخاص اللي لحد الآن مثلا ما فيش عندنا قضاء متخصص تجاري ولا غيره وهم مش متدخلين. أنتوا لحد الآن القطاع المؤسسات المجتمع المدني فقط، إحنا بنتحدث كلام في الهواء، لكن إحنا لو أنه رحنا وعملنا شوية احتجاجات ولا رحنا أمام يعني قدمنا مطالب واستحقاقات للسيد الرئيس ولا للتشريعي انه يعني اتصرفوا ودعمونا، احنا ما انتخبناكم مشان ما تيجوش، ولا لو رحنا امام مجلس الوزراء، ولا لو نظمنا ما نريد بشكل علمي وضاغط ووصلنا بالنتيجه، يعني يتوازن مع ذلك حملات توعيه، نروح لاكثر المناطق المهدده بها المراه، نستعين باخواننا المشايخ انهم يحكوا على المنابر، نستعين بالاعلام بانه يحكي. هذا كله حراك، هذا الحراك، هذا الضغط، هذا الضغط لوبي. ضغط البرنامج فضلي محدود. يعني هذا هو الهدف من حملة مناصرة مناهضة قتل النساء، إنه فعلا بدنا تكثيف الجهود من كل مؤسساتنا الرسمية وغير الرسمية باتجاه مناصرة النساء في وحمايتهم بالحياة وحقهم بالحياة. بدقائق سماحة الشيخ، شو بتقول للمرأة الفلسطينية والمشرع والقاضي الفلسطيني والرجل الفلسطيني حول هذا الموضوع؟ الله يعطيك العافية. حقيقة بارك الله فيك أستاذ مجدي، بدي بالنسبة لأختنا هون موضوع أنه بلبسوا الجريمة إلى طفل، حقيقة هنا ظلم المجتمع وظلم البيئة وظلم الأسرة. نعم. والطفل دون سن البلوغ شرعا لا يجري عليه القلم ولا نستطيع أن نحاسبه، وهذا ظلم الأسرة. السؤال ذكرت أختنا هون موضوع فعلا هذا الإنسان سجلناه 20 سنة وطلعنا على المجتمع. أنا بدي أفهم أخته التي اغتصبت، عندما تراه غدا يأتي لبيتها ليزور أبناء أخته وقد اغتصبها واعتدى على شرفها وعرضها وكرامتها ووجودها ودنسها، كيف ستراه؟ بدي أسأل، طالما أنتم حرين بحملتكم الحياة حتى للقاتل، أنا بدي أسأل أب يرى من أخذ ابنه البالغ من عمر 10 أعوام
واغتصبه ثم حفر حفرة ودفنه وبحث معه عدة أيام ثم يسجن 18 عاما ثم يخرج ليكون جارا له في بيته، كيف يقبل الأب والإخوة هذا المجرم القاتل أن يكون معهم في الحياة وأن يعيشوا معه حياة سوية ولا يعود لقتل، بل سيقتل كما حدث عدة جرائم قتل ثائر، لأن العقوبة المناسبة الرادعة التي أقرها من خلق، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير، إنه الله الذي خلق النفس وعلم ما يصلح لهذه النفس فوضع هذه القوانين الرادعة هذا النفس. أما بالنسبة لوصيتي لأخواتي وبناتي ونساء المجتمع الفلسطيني، لابد لنا أن نرجع إلى ديننا، لابد أن نفهم ما للمرأة وما عليها، وحقيقة من خلال عملنا بالإفتاء أرى لابد من عمل بلاش نقول مدارس، معاهد أو لقاءات معينة أو طرق معينة من خبراء لتثقيف المرأة والشاب أثناء الخطبة قبل الزواج أثناء العقد، كيف تكون الحياة، كيف تكون تربية الأولاد، أن يكون لك فعلا حتى كتب متخصصة في هذا المجال لتوجيه نحو أن يكونوا شركاء، لا حاكم ومحكوم، لا ذكر وأنثى، هم شركاء في هذا المجتمع، شركاء في العمل، شركاء في البيت، شركاء في الإنجاب، شركاء في التربية. أيضا بالنسبة للقضاء حقيقة يعني نقول هنالك قفز نوعي في قضائنا الفلسطيني، ولكن ليس على المستوى المطلوب برأيي أنا شخصيا. يعني عندما نأتي بشاب عمره 25 سنة ويصبح قاضيا وهو غير متزوج، يعني قد أقول أنه لابد من وضع أنظمة جيدة لاختيار القضاء بداية وتزويد القضاء أو تزويد المحاكم بالعدد الكافي من القضاء لإنهاء المشاكل، ما تقعدش المشكلة فترة طويلة لعدم وجود قضاء كافيين لهذه القضايا. والمطلوب أن احنا كعلماء دين وكوزارة أوقاف وهي زميلي لنا ليست بعيدة عنا، احنا كإفتاء وكديوان قاضي القضاء، فعلا أن نعد دراسات وأن نعد برامج وأن نعد لقاءات تربوية وتثقيفية، لأن الناس معظم الناس حتى من خالف الشرع أو خرج عنه عند النص القرآني أو النص الديني يتوقف مستسلما صاغرا أمامه، لأن هذا هو أمر الله وطلب الله عز وجل وأمر الله واجب التنفيذ. شكرا سماحة الشيخ. أستاذ مجدي، مشروع قانون العقوبات الفلسطيني الذي استهدف توحيد الأداء القضائي والقانوني في كل من شطري الوطن بالضفة وقطاع غزة، شارك فيه مؤسسات كبيرة من المجتمع المدني ومنهم المؤسسات المشاركة بائتلاف مناهضة قتل النساء ونعم للحياة لا للقتل. طمنا وين وصلت أمور الإقرار، هل يكتفى بقرار الرئيس بإلغاء بعض المواد وتعديل بعض المواد الأخرى، ولا نستنى يكون في مفاجأة هيك بإقرار قانون العقوبات الفلسطيني؟ يعني بعرفش ليش انت تميلي لإقرار القانون بجوز مش لتعديل الحالي. هل على أي حال التعديل إجراء احترازي مؤقت لحين إقرار قانون فلسطيني؟ أنا شخصياً كقانوني، ويعني مش ممكن، أنا صحيح أبحث عن كما بدأت بالبداية عن قانون يلبي الحاجة الاجتماعية والوطنية. السؤال إنه هل مشروع قانون العقوبات جاهز لذلك؟ مش أنا اللي بقرر، يجب أن يقرر المجلس التشريعي بذلك. كونه لا غير منعقد المجلس التشريعي، يعني أنا بعتقد بأنه السيد الرئيس ارتأى بأنه ما يمر هذا المشروع بقرار قوة القانون، إنما يعطي ذلك للمجلس التشريعي. ناهيك عن أنه مشروع قانون عقوبات فلسطيني صحيح، يعني أنت ما تستغربي بأنه دول زي فرنسا مشان تعدل قانون بتقعد سنين طويلة وهي تعدل بالقانون. فإحنا غير متعجلين على موضوع أنه يكون في عنا مشروع قانون عقوبة، في أنه يكون في عنا قانون عقوبات فلسطيني بالكامل رغم أهمية ذلك وقدسية ذلك لأنه بصمة فلسطينية بالكامل، ولكن تعالي نتعامل مع ما هو موجود. القانون العقوبات الأردني هو أنا بعتقد أنه بجزء مهم منه هو قانون جيد، لكن تعالوا خلينا نقول نفكر بما يعني بالأحكام التي باتت خلينا نقول يعني تجافي الحقيقة، لا تلامس الواقع، العقوبات البسيطة. تعالوا نتعامل مع الموضوع بالتعديل حتى نلبي هذه الحاجة، وهذا يتوافق مع توجهكم بالائتلاف.
شكرا، وبدكم تسمحوا لنا انتهى وقت الحلقة. بنشكر ضيفينا سماحة الشيخ محمد السعيد والأستاذ مجدي من دائرة الإفتاء ووزارة العدل، ونشكر الأخوات المشاركات، أختي المرأة نحن نسمعك، اتصلي بنا ولا تترددي، سنوفر لك الحماية والإرشاد ما أمكن في إطار حملة مناهضة قتل النساء. نعم للحياة لا للقتل. أشكركم مرة